كثيرة هي القصص التي تبعث في النفس السرور وتجعلنا نكبر أصحابها. وقصة الطالبة آية عماد عيدان من محافظة ديالة واحدة من هذه القصص. الطالبة آية ابتليت بمرض في عينيها في صغرها، لم تفلح معها كل المحاولات الطبية لإعادة النظر إليها. سوينا لها عملية مال زرع صمام بعينها، ورا العملية صار عندها التهاب داخل العين وفقدت البصر. يعني هي عمرها 4 سنين، هي فقدت يعني بصرها يعني اثنيناتهم. إلا أن الطالبة آية بهمتها العالية وطموحها الكبير تجاوزت هذا العوق لتثبت أن العمل الحقيقي هو فقدان البصيرة وليس البصر. امتحنت بنصف السنة هم كان كله ميات، وحتى السعي مالتي وحتى بالوزارة هم يعني من امتحنت يعني كل المعلمات اللي عجبوا بيا، وهم نتيجتي كانت كلها ميات وجبت معدل 100 على ديالة. لجنة التشخيص في العراق تقول إن التعريف المعتمد لديها للموهوب هو كل من امتلك أداء مرتفعا وقدرة عقلية إبداعية عالية. يعني حتى المدير والمعلمين هم والكادر التدريسي هم ما قصروا وياي. أقول لا تستحي، قولي لي بالعكس أني أختك، تقول مثلا أخذيني هنا المكان أخذها، فما أضوج بالعكس أتونس وياها، فهي مثل أختي مو مثل صديقتي. آية ذات 12 ربيعا اجتازت امتحانات المرحلة الابتدائية بنسبة نجاح 100%. ليس هذا فحسب، بل عرف عن آية تفوقها في عدد من الفعاليات الأخرى. جابت الأولى على القطر، بس الشعر كان ما مشمول على كودن الابتدائية، ما مشمولين الشعر بس الإعدادية. اي بس الخطبة جابت الأولى على المحافظة. الطموح وحسن الرعاية ربما تكونان حجر الأساس لقصص يعيش أصحابها بسيرتهم ما عاش بقية الناس.